للمزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد أرحب بك، يعني في البداية بالتأكيد أريد أن أسألك عن هذه القمة، ولكن دعني أسألك عن العلاقات المصرية الفرنسية، هذه العلاقات التي ترسخت بشكل كبير للغاية منذ 10 سنوات حتى هذه اللحظة. وأيضا يعني أسألك هذا السؤال لأن الوجود المصري والتمثيل المصري بوجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة يأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أهلا بك يا أستاذة نانسي، وأهلا بالسادة مشاهدي إكسترا نيوز. طبعا أصبح لمصر شخصية ذات أبعاد متعددة تهدف هذه الشخصية إلى تعظيم الدور المصري عالميا. هذه الزيارة بتعكس حجم المكانة الكبيرة اللي وصلت إليها الدولة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي بشكل كبير، خاصة أن العلاقات المصرية الفرنسية وخلال فترة حكم الرئيس السيسي اتسمت بالمتانة والحرص على التشاور المستمر مع فرنسا لبحث كافة القضايا الدولية والإقليمية، وده طبعا بيظهر من حجم الزيارات المتبادلة اللي بتعكس حرص القيادتين على دفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأيضا بتؤكد على وجود رغبة وإرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أكثر تميز، وده بيظهر من حجم القمم اللي شارك فيها الرئيس السيسي والرئيس ماكرون ابتداء من أكتوبر 2017، وكان قمة مهمة جدا وأكدت على يعني مجمل وقوة العلاقات الثنائية. وأيضا يناير 2019 عندما كان الرئيس السيسي يعني متوليا لقمة الاتحاد الأفريقي أو رئاسة الاتحاد الأفريقي ومشاركته في مجموعة جي 7 مع دول أفريقيا، وأيضا في قمة باريس 2020 وتحت العلاقات الثنائية، وأيضا مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان وغيره من المؤتمرات، سواء مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة أو أيضا فبراير في مشاركة الرئيس السيسي في قمة محيط واحد. وده يعني حجم هذه القمم وتنوعها يؤكد على متانة وقوة العلاقات المصرية الفرنسية. طيب دكتور حامد، يعني فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لمصر، الحقيقة أن هي تغيرت بشكل كامل وتطورت خلال 10 سنوات ماضية، والحقيقة يعني هذه النقطة تأخذنا إلى المشاركة المصرية في القمة. إلى أي مدى تغير مصر في سياستها الخارجية ودور مصر الفاعل بشكل كبير في قضايا المنطقة من الممكن أن يكون لها دور فاعل على مستوى أيضا الاقتصادات الناشئة بشكل عام؟ كيف ترى يعني دور مصر في هذه القمة في هذا الجانب؟ وأسألك هذا السؤال أيضا على هامش أن مصر تعتبر تقريبا أول دولة أو من الدول الفاعلة التي استطاعت في كوب 27 أن تخرج بقرار مهم وهو صندوق الخسائر والأضرار. سؤال مهم جدا يا أستاذ نانسي. طبعا مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة بتركز على مختلف الموضوعات اللي بتهم الدول النامية، وبالتالي القيادة السياسية المصرية ومشاركتها اليوم هي باعتبارها المدافع الأول عن كل الدول النامية، ليس في القارة الأفريقية أو في المنطقة العربية ولكن في العالم أجمع، في ظل أن هذه القمة تهدف بشكل رئيسي إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وأكثر تضامنا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة بشكل واضح جدا، وبتؤكد على أن هناك نوع من أنواع المشاركة الكبيرة بمشاركة أكثر من 300 من رؤساء الدول والحكومات، وطبعا على رأسهم الرئيس السيسي بجانب كبرى المنظمات الدولية، وده بيؤكد وبشكل كبير على تأثير مصر في النظام العالمي الجديد، باعتبار أن مصر مؤثرة جدا في محيطها العربي والإقليمي والأفريقي وأيضا الدولي. وأيضا مصر دي سياسة خارجية متزنة، يعني استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة في اتزان سياستها الخارجية وانفتاحها بشكل كبير على كل الدول، وبالتالي دور مصر فاعل في كافة القضايا، تأكيد كبير جدا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح وأنها تلامس بعد جديد في سياسة خارجية بتدعم السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي، وأيضا مبادئ ثابتة في سياساتها الخارجية من احترام المتبادل للدول وفقا لقواعد القانون الدولي. أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من تفاصيل ومتابعة. كنت معنا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.